إلى موضوع آخر الآن، حيث تعرف مختلف خطوط السكك الحديدية في الوطن العديد من العراقيل والعوائق التي تعرقل عمل سائقي القطارات من بنايات فوضوية، واستعمال المواطن الطريق المخصصة لها وضع جعل نواب البرلمان يطالبون بالحلول. سيد أحمد هديب. بناية فوضوية بجانب السكة وركن السيارات أمامها، بالإضافة إلى سير المواطنين على الطريق المخصص للقطار، هي جملة من المشاكل تعيق عمل سائقي القطارات يوميا. احنا كي لاحظنا اليوم هذا قطاع السكة الحديدية، المشاكل اللي تعرضنا في الطريق، يعني شوف مثلا ايجاد معدن بناءات يعني فوضوية، ايجاد كذلك دي باساج يعني حقا اللي يعرق له يعني السير الحسن لهذه السكة، مما يؤدي الى نتائج اخرى وهي تأخر في الرحلات. وهذه هي النقاط اللي نشوفوها لازم اشراك يعني حتى يعني الوزارة الداخلية. غياب الامن بمختلف المحطات وداخل القطارات جعلت ممثلي الشعب يطالبون بتوفيره من أجل ضمان سلامة المسافرين. وإحداث كذلك وتفعيل قرار شرطة السكة الحديدية، هذه يعني أمر حقيقة يعني لا بد من تجسيده. وقوف النواب على هذه المشاكل قد تجعلها محل نقاش في البرلمان قريبا، فهل سيتم إيجاد حلول ملموسة لها؟